السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هو النبرتية، والنبرتية يا جماعة من الذكورات اللي هي ذكورات الحديثة شوية، واللي بتحتاج مهارة في شغلها ونظام بسيط جدا منها. يعني النظام ما بيبقاش نظام على طول، بتشتغل بطريقة عشوائية انك انت تملأ السقف او المنطقة او الحيطة اللي انت شغال بيها، طبعا على حسب الطلب. في نبرتي زحمة شوية، وفي نبرتي يعني خفيف شوية، فروعه قليلة وعلى حسب. طيب خلينا نشوف درس النبرتي النهاردة والحركة البسيطة اللي النبرتي كله بيتكون منها، ونبدأ بسم الله. النبرتي يا جماعة كله بيتكون من حركة واحدة. الفرشة اللي معايا دي فرشة كبيرة، طبعا ما بنشتغلش بها نبرتي، لكن انا هوضح بيها الحركة اللي هي دي. الفرشة واقفة هيت، هوضح بها الحركة دي، والحركة دي هي أساس شغل النبرتية. طب خلينا نظهر يا عم الحركة دي بالألوان. الفرشة واقفة زي ما هي ونهت زي ما هي، لكن عملت بها حركة حرف اس نايم فيها ليونة شوية. كل الأمر اللي فيها إن فيها نسبة ليونة كده في الإيد، تعمل نص كيرف لتحت وتتحرك وتعمل نص كيرف لفوق أو اتجاه الزاوية نفسها لفوق. الحركة ممكن نعملها بشكل تاني، مش بشكل تاني، باتجاه تاني. طبعا الحركة دي بيتكون منها كل شغل النبرتي وكل شغل الاستنسل. الحركة دي مهمة جدا يا جماعة، الحركة دي هتدرب ايدك عليها في كل الاتجاهات. طيب هنشتغل بفرشة صغيرة شوية. اول حاجة في شغل النبرتي هي الفرع، الفرع اللي بيطلع منه الورقة دي. والفرع ده يا جماعة عشان اجيبه بتحرك بالفرشة، هتلاقي ان الفرشة كلها ماشية على سيفها. الفرشة ماشية على سيفها، حاجة من الاتنين، يا اما تلف الفرشة زي ما انا ما بلفها في ايدي كده بحركة دائرية، يا اما اعمل كوعي مركز دايرة وابدأ ارسم دايرة. بصوا كده يا جماعة، انا عملت كوعي مركز دايرة وابدأ الف. طيب دي نص دايرة هي بالظبط يعتبر، يعني اذا حبينا نعمل الموضوع دوت ان كوعي هو مركز الدايرة، حاول تبقى ايه تدرب ايدك على الحركة دي. خلصت الفرع، هلحم فيه الجزئيه اللي احنا عملناها، الجزئيه اللي هي حركه حرف الاس دي. وطبعا لازم تدرب ايدك عليها ان هي في كل الاتجاهات، في الاتجاه ده مثلا او في الاتجاه المعاكس ليها مثلا، او الحركه بالشكل دوت او بالشكل دوت، من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. بتدرب ايدك لانك انت هتتعرض للموضوع دوت في شغل السقف، هتلاقي نفسك ما مش عارف تلف او انت في وضعيه معينه. لا، لازم تدرب ايدك ان الحركه تبقى ثابته. كل اللي بعمله الفرع وانهي بيه شغل الحركه دي، هي الحركه دي بس. والحركه دي سهله جدا، ممكن انا زودت الكيرف شويه وهطلع بيها بقى من تحت لفوق، غير ما انا ما عملتها من فوق لتحت، لا هعملها من تحت لفوق. هي دي، هو ده شغل النبرتية، هو ده شغل النبرتية اللي بتكون منه شغل النبرتية، هي الحركه دي. والحركه دي لو عملتهم جنب بعض بالشكل دوت هيديني ورقة شجرة او ورقة لشغل النبرتي ان انا اشتغله في السقف. تمام، هي برضو، وضرب ايدي عليها في كذا اتجاه لانك هتتعرض لاماكن في السقف عايز تخلي الورقة كأنها طالعة من الفرع فبتطلع في اتجاه معين، فلازم تضرب ايدك عليها في كذا اتجاه. ده كل شغل النبرتي. وادي الحركة تانية هيت، بص يا جماعة التقطيع بتاعها هوت علشان تبان الشكل بتاعها او حركة الفرشة فيها على كبير. بصوا كده عملنا الخط والفرشة نايمة، وبلحم فيها الحركة على طول مباشرة. على فكرة يا جماعة والله كل شغل النبرتي بنفس الحركة دي، فرع كده وابدأ ان انا الحم فيها الحركة دي. والحركة دي ما تستصعبهاش، هي كل الحكاية فرشة زي الفرشة الانجلو مثلا او فرشة نوع بيانو. الفرشتين دول جمال جدا في شغل الاستنس. هي الحركة، ولحمتها في بعضها يديني ورقة الشجرة دي. اعذروني بقى على الأصوات اللي هتسمعوها بره. طيب خلينا نجرب برضو. ادي بالفرشة الكبيرة اهوت الفرع. طبعا انت ما بتشتغلش بالمساحات دي، احنا بنشتغل بمساحات اقل، فرشة صغيرة. وببدأ اعمل الحركة دي. كل الحكاية، بص انا حركت ايدي ببطء شوية.
كل شغل النبرتي هي الحركة دي فقط لا غير. وممكن اعمل الفرع وقف وبعد كده اعمل الحركة دي، وممكن لغاية ما الفرشة تقف على حسب ما انت عايز. طبعا شغل السقف بيحتاج شغل نبرتي زي كده، يا اما فضي او لون اسود على حسب درجة اللون اللي انت هتشتغل بيها، ولكن يفضل علشان اللون درجات السقف بتبقى معمولة ابيض مطفي فبتشتغل عليها، والبلاستيك يكون خفيف شوية. نهاية يعني بداية وضعية الفرشة في الحركة هي هي نفس النهاية بتاعتها. لو الفرشة واقفة خلاص هي هتنتهي معايا واقف، الفرشة فيها ميل هتنتهي بنفس زاوية الميل. يبقى انت اللي بتتحكم في ايه؟ في وضعية الحركة وشكل الحركة نفسها، سواء جاية من الشمال لليمين، من اليمين للشمال، من فوق لتحت، من تحت لفوق، على حسب ما انت عايز. وادي الحركة، سواء انا هجيبها من الشمال، درب ايدك ان انت تشتغل يمين وشمال، ادرب الحركة دي يمين وشمال. الحركة دي مفتوحة شوية، يعني تقوس بسيط، مش مفهوش نص دايرة، مش نص دايرة مثلا زي الاولانية، لا حركة بسيطة منها. انا عن نفسي بشتغل بالحركة دي في شغل اللسف، وهتلاقيها موجودة يعني اذا عملنا لها اشكال هتلاقي ان الحركة دي بتشتغل معاك في ورقة الشجرة بالنسبة للستنسل، يعني في الورقة وفي الرباط وفي الوردة وفي وفي شكل وبعض اشكال الورد، الورد والورق والرباط، تمام، هي هي نفس الحركة دي. بس خلونا نشوف شغل بقى للسقف، تعال نشوف شغل للسقف يكون معمول بنفس الحركة دي وبيتوزع ازاي. ده شغل سقف يا جماعة، هو انا شغال فيه، ببدأ ان انا اعمل نص الدايرة، ان كملت معايا اللون كمل معايا وعملت بيه نفس الحركة دي تمام، ما كملش خلاص، وبقوم حاطط جواها فرع تاني، يعني الدايرة بعمل بيها فرع تاني، بعدين هاخد من الدايرة دي دايرة تاني، من الفرع ده فرع تاني زي ما حضراتكم شايفين اهو، وجوه الفرع التاني باخد فرع تاني، يعني الفرع بعمله واخد جواه فرع، ولو هعمل فرع جديد طالع من دايرة تانية بعمل الفرع واطلع من جنبيه فرع تاني، وابدأ اقفل المساحات الفاضية اللي جوه، يا اما بفرع صغير مدور يا اما بورقة الشجرة اللي احنا عملناها، يعني ده فرع صغير اهو، لفة صغيرة كده مش زي الدايرة الكبيرة، تمام، زي كده بالظبط. وممكن بقى ايه، خدها من اي حتة انت عايزها، مش لازم ان انت تحكم نفسك ان دي طالعة من دي ودي طالعة من دي ودي طالعة من دي، المهم ان التناسق او الفراغات اللي موجودة تكون واحدة، الفراغ اللي موجود ما بين الفروع تحاول بقدر الامكان انه يكون واحد. ودي ورقة تانية ملفوفة، يمكن احنا شرحناها قبل كده، اللي هي الدايرة الملفوفة او الفرع اللي هو الملفوف على بعضه، مش اللي هو طالع لبره حرف اس، لا هو شبه حرف شبه الهلال كده. ببدأ اوزع الورق في اماكن مختلفة. طبعا الشغل في السقف انا هنا شغال بلون فضي، لون فضي، عايز تشتغل بلون اسود ماشي، عايز تشتغل بلون رصاصي ماشي، وفي بعض الرسامين المحترمين يعني اللي هم مشهورين جدا بشغل النبرتيه ممكن يشتغل بالورنيش، الورنيش بس الورنيش المائي، يعني لو اشتغلت بالورنيش المائي هيدي معايا بص يعني شغل خفيف جدا، لكن ده طبعا بيتعب العين لانك انت ما بتبقاش شايف ايه اللي انت عملته، يعني ممكن وانت تحت تقول الحتة دي ما اتعملتش، ولو اتحركت كده في الاضاءة تشوف الشغل اللي هو اتعمل، فبيبقى فيها تركيز اكتر من كده. فرع من فرع من فرع، الفروع الاساسية الرئيسية كفرع كبير، بعد كده ما بين كل فرع عملته هعمل جواه ورقة تانية او فرع للورقة التانية، تمام كده. كل فرع عملته هطلع منه فرع تاني، يمكن علشان ان هو بيبقى متداخل وفي ورق وفي حاجات، طب الفرع قطع مني او لسه مش متعلم مش متدرب على شغل السقف. على فكرة هي عبارة عن متر واحد بس، متر واحد هتعمله هتبص تلاقي ايدك خلاص خدت على السقف، والفرشة خدت مستوى يتماشى مع السقف، لانك انت بتمشي بتحاول تخلي حركة ايدك هي بوضع افقي كأنك شغال على حيطة بالظبط، يعني انا بحاول ان انا ما ادس قوي فوق، ومحاول ان انا ما رخيش ايدي، رخيت ايدي الخط هيفصل مني،
هتضطر تعيد عليه تاني. وببدأ اعمل فروع واكمل الاجزاء اللي موجودة بنفس الشكل دوت ونفس الطريقة دي. فروع طلعها من بعضيها واخد بالك، واعمل اشغل السقف كله باي طريقة. لكن بحاول ان انا في بعض الرسامين بترص دوائر جنب بعضيها، دوائر دوائر دوائر، يعني يعمل الفرع ويطلع منه فرع والفرع يطلع منه فرع وهكذا، بحيث ان هو يعمل فروع او دوائر كلها تقريبا مقاسات واحدة. لكن احنا هنا بنشتغل بحرية شوية، لان شغل النبرتية عبارة عن زخارف في السقف. يمكن الشكل دوت ممكن تشوفه على بعض الازاز اللي هو اللي بيركب في الشباك الالوميتال مثلا، بتلاقي عليه نقشة زي كده او شبيهة بشغل النبرتية. فالشغل نفسه بطريقة عشوائية او بطريقة متداخلة، لكن ما فيهوش نظام بدرجة 100%. وانت في ايدك تعمل الشغل اللي انت عايزه، وفي ايدك تعمل الشكل اللي انت عايزه. في واحد ما يعجبوش الورقة دي، يعجبه الورقة التانية اللي فيها برعم، اللي هو خط كده وفيه برعم، وعلى زي ما انت عايز اشتغل اشتغل. شغل السقف زي ما حضراتكم شايفين اهوت سهل جدا، عشان الناس بتستصعبه لان هو اتجاهه غير اتجاه الحيطة. وبعد ما تخلص هتعمل فيه وردية زي اللي احنا شرحناها قبل كده. تمام. وممكن تعمل شكل تاني من اشكال النبرتيه. وبكده يبقى الدرس بتاعنا خلص، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.